مشكورة كتير كتير إذاعة أرتا. كل شي صعوبات نحن واجهناها هي كانت الداعم السند فيك تقول لنا، فعلا سندتنا بشكل كتير كبير، كانت إيد بإيد معنا بالمركز بالتوعية بأي شي كنا نحن عم نحتاجه. مؤسسة أرتا ما قصرت، دعمت الأطفال، فاستمرار الأطفال بالمركز هو استمرار المركز. مؤسسة أرتا دعمت الأهالي ودعمت ساعدتنا موضوع العقار، مشكورة جدا وهي بادرة تشكر عليها، مو غريبة عن مؤسسة أرتا. دعمت بعض الأهالي اللي كان ممكن يكون رح يتوقفوا بسبب الرسوم وبسبب استمرارية الفترة الزمنية الطويلة، مشكورة جدا على مبادرتها واتمنى كثير يحذو حذوها. از قلكي ضروري تبينم مركزة بيسان عمودة تشكي قلكي ضرورية وأفزارو كانا في داك باجي دبينن ومركزة بيسان يعني وقت بيجي لا سامح الله قل عمودة بيقورتن بكل التأكيد مصيبة كشفان زارو كارا برايم بيجي هاي ناري ماهرة سباسيا ويجد كن ويجد خسر بكلا خوي فيسبوك يقول تشكي ولو العمودة تشي وي بو مركزة بيسان ود نفس الشيء ده مركز آرتا جي سباس جي أو جي تواصل كرن وقوتن أمي يعني وقت بيقوناغا كي بدن في مركزة كمركزة العمودية نيقل